ما هي المسابقة العالمية الـ ICPC؟ يعني الـ ICPC هي بكل بساطة أقدم وأقوى وأرقى مسابقة للبرمجة في العالم. يعني في سنة 2019 تقريباً 50,000 طالب من أكثر من 3,000 جامعة من أكثر من 110 دولة شاركوا في المسابقات التأهيلية للوورد فاينلز. الـ ICPC تكون المشاركة فيها تكون عن طريق مراحل. الطلاب يعني لازم أن يشاركوا بفريق، والفريق يكون متكون من 3 طلاب. المشاركة تكون في الأول على مستوى جامعتهم، وبعدين الفرق المتأهلة تشارك على مستوى الدولة، وبعدين الفرق المتأهلة تشارك على مستوى الإقليم، مستوى إقليمي، وبعدين يعني على مستوى عالمي وتشارك في الوورد فاينلز. المطلوب بطبيعة الحال أنه الفريق يقدر على حل أكبر عدد من المسائل في أقل مدة زمنية وهون يعني المسابقة هذه أخذت شهرة متاحة زيادة من شيء آخر، أنه أكبر الشركات العالمية يعني تقترح عروض شغل للفائزين بهذه المسابقة المتميزين في حل المسائل وفي البرمجة بصفة عامة.